يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم في الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم إنه تعالى جواد كريم من كل بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم خصوصا على أول الصحابة وأفضل بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أولي الأحباب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أهل الحياء والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أسد الله الغالب من المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعلى الإمامين الهمامين الساعدين الشهيدين أمير المؤمنين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها وعلى عمي الشريفين بين الناس الهمزة والعباس رضي الله تعالى عنها وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل وإحسان إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم